السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلاب الصف السادس الابتدائي طلبتوا مني أعمل باراجراف عن الهوليديز، الأجازات. طيب، سبق ولفت انتباهكم إن هوليداي أو أي باراجراف بنكتبه بيبقى محتاج خيال، يبقى عندنا جزء من الخيال علشان نعرف ننسج، نعمل نسيج من الحكاية أو ننسج الأحداث اللي احنا عملناها فيه. وسبق وقلت لكم برضو أو لمحت البعض منكم اللي معانا في أصدقاء القناة إن ممكن الهوليداي ده نعمل اللي احنا رحنا في رحلة، والرحلة دي لا إما روح فيها حديقة الحيوان أو المتحف أو whatever، أي مكان احنا سهل عليكم كتابته. المهم يكون أبدأ في المقدمة بتاعتي أقول اللي أنا في الأجازة دي رحت للمكان الفلاني، وبعدها ابدا اتكلم عن المكان اللي انا ذكرته، سواء حديقه حيوان، سواء ميوزيوم، متحف، سواء مثلا الكسندريه، الاسكندريه او لوكسور اند اسوان، اي حاجه من دي. لازم عندنا خيال علشان نعرف نكتب باراجرافات. كلنا عندنا خيال، محدش يقول انا ما عنديش، كلنا عندنا. طيب تعالوا نتكلم عن الباراجراف، بس في الاول بذكركم ان معاكم قناه الانجليزي اسهل مع مس سارة سامي. لسه ما انضمش لينا، ينضم عن طريق الضغط على الزرار الاحمر سبسكرايب اشتراك، وكمان تفعيل رمز الجرس عشان يوصلكم الجديد بتاعنا. وما تنسوش اصحابكم مشاركه وشير لاصحابكم عشان تعم الفايده، وكمان صفحتنا على الفيسبوك متابعه واعجاب بالصفحه، وصفحه الانستجرام مكتوبه بالانجليزي ساره سامي 825، الارقام هي 825 اللي جنب الاسم الانجليش. تعالوا مع بعض نبدا. هوليداي الأجازة. Yesterday بالأمس was my holiday، كان أجازتي. I spent it with my family، أنا قضيته مع أسرتي. We went، ذهبنا. كل ده طبعا الفيرب الفعل عندي هنا في زمن الماضي، هي Yesterday was my holiday، كان يوم أجازتي. was اللي هي الماضي من is وام، عندي spent الماضي من spend أخيرها دي في المضارع. We went الماضي من go. We went to the zoo، ذهبنا لحديقة الحيوان. We went there by bus، ذهبنا هناك بالأتوبيس. It was a beautiful day، كان يوم جميل. I like it، حبيته. I saw there birds، رأيت هناك إيه؟ birds، طيور، lions، أسود، and monkeys، وقرود. ده الباراجراف الأول. 7 1 2 3 4 5 6 7 sentences. طيب تعالوا نشوف بقى الباراجراف الثاني على الميوزيوم، عشان برضو لو حب حد يقول انا في الاجازه رحت للميوزيوم هنشوف هيقول ايه. ذا ميوزيوم المتحف. Yesterday I went بالامس. I went to the museum، ذهبت للمتحف. I went there with my family، ذهبت هناك مع اسرتي. We went there by car، ذهبنا هناك بالسياره. وممكن اقول زي ما قلنا هنا we went to the zoo، قلنا ايه؟ we went there by bus، بالاتوبيس. طيب يبقى انا عندي هنا، لو لاحظتم انا عندي هنا جمله، ادي جمله، ادي اتنين ممكن نقولها في اي مكان انا بروحه، اللي هي انا ذهبت مع اسرتي، انا ذهبت بواسطه ايه؟ وسيله المواصلات بتاعتي. اهي هي السطر ده والسطر ده جملتين انا حفظتهم في لما اجي اروح اتكلم عن مكان انا روحته، او زياره، او رحله، او ايه؟ اجازه. فيبقى كده ضمننا جملتين من 7. We went there by car، the prices، الأسعار، were good، كانت كويسة. I liked it، أنا حبيته. We spent a nice time، قضينا وقت جميل. It was a nice day، وهو كان يوم جميل. كده خلصنا مع بعض الباراجراف إن على الميوزيوم. اتكلمنا الوقت في الفيديو ده عن باراجرافين، holiday و the museum. عملنا لكم اللي انتوا طلبتوه مننا، حتى لو معلش اتاخرنا شويه، بس اعذرونا ان في مراسلات بتجيلنا كتير، عم بنرد على كذا واحد وكذا معلومه وكذا حد وكذا مرحله مختلفه، فاعذرونا معلش في التاخير. دمتم في امان الله، وهترككم مع الفيديو عشان تشوفوا الباراجرافات.